بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة اليوم الأربعاء 19 من يوليو الساعة الآن 8 مساء في مدينة المهدية، الجلسة العادية وهي مخصصة لمتابعة مناقشة كتاب أو مشروع كتاب تعلموا كيف تتعاملون. وفي الليالي الماضية كان الحديث في مسح عام وفي تسجيل بعض النماذج الصالحة من شمائل الناس وسلوكنا اللي يعتبر مهذب ومحبب لصاحبه للناس ومحبب الناس له. ثم ذهب الأمر في مسح عام زيادة، والليلة معدة لمتابعة المسح العام. وروي أنه كل الكتب في تعلم كيف يجب أن تتجه إلى الثورة، مش الأفكار العادية البتجي، أفكار ثورية تضع الأمور على وضع جديد وقاعدة جديدة، والإنسان ينظر للأشياء بعينين جديدتين زي ما هي الفكرة في أن الثورة الثقافية إنما هي ثمرة أو هي نقطة التقاء الفكر السائر بالواقع. الناس يعتبروا الواقع ويوجهوا خطوط سيره كلها في اتجاه الفكر السائر ويتولاه الفكر السائر، والفكر السائر هو الفكر الحر، ومش حر من العوامل الخارجية فقط، حر من العوامل الداخلية أيضا، يعني انطلق من عقد ومخاوف المترسبة والسخافات والخرافات الورثناها في الماضي. فالفكرة السائر شيء عظيم جدا، والثورة الثقافية هي وليدته، هي نتيجته. بينه وبين الواقع عندما يلتقي الفكرة السائر بالواقع ينجب الثورة الثقافية. وإذن يجب أن تكون كل الحركات متجهة في اتجاه جديد تماما. ومن هذه الزاوية سيكون موضوع نقاشنا لتعاملوا كيف تتعاملون. الجلسة الآن مهيئة. أحب يكون إذن الاتجاه للفهم، اتجاه للفهم، وده معنى الفكر السائر. الفكر السائر والفكر الفاهم عندما يلتقي يغير، يغير بحكمة زي ما قال مولانا. وتجي وسائل التغيير في التعامل بالقانون والتعامل بالأخلاق حسب المستويات المشروعة للإخوان. والقوانين تبسيطة والتسامح فيها برضو موجود، فالناس ينظروا إذن من القاع ويمشي لفوق. فبدر الدين وضع صورة طيبة، لكن عايزين توسيعها حتى تكون القاعدة دي ممسوحة، القاعدة اللي هي دون التعامل بالشريعة أقل منها. بعدين الانحرافات دي شوفوا توجيهها دي مشكلة. بيت المال انت وزيد وعبيد يجيكم دخل مستوي. بعدين في ناس كان في زمن الإمام علي قالوا نحن عندنا سابقة في الإسلام، عايزين زيادة يعني، لأنهم عندهم سابقة في الإسلام. علي قال لهم دي القسمة اللي عندنا، سابقتهم في الإسلام جزاء عند الله. نسمع زيادة في ما كده الحين. طيب برضو إذا كان في حاجة عامة وتاني نسمع حاجة زي موجزة عن موضوع الأغراض والتحديد. في واحد من الغزوات وبعدين وزعت على الناس في المدينة، ويقولوا أنه عمر بن الخطاب أخذ جبة زي ما أخذوها الناس التانيين، طبعا الجسمة كانت كده. بعدين الجبة ما كانت طويلة للناس الطوال زي ما بقت مناسبة، فهو قام أخذ جبة عبد الله بن عمر وصلحوها في جبته بقت مناسبة اليوم. فلما جاء في المنبر جاء
ليخطب وجلس الخطبة يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقام واحد من المسلمين قال له لا سمع لك علينا ولا طاعة. قال لي لماذا؟ قال لي لأنك ميزت نفسك علينا، أنت رجل طوال وهذه الجبة ليست جبة واحدة، جبة واحدة لا تصلحك، وأخذت أنت جبتين وديتنا جبة جبة. قال يا عبد الله بن عمر قم فكلمه. وقام عبد الله بن عمر قال له أمير المؤمنين أخذ جبتانا وأضاف لجبتي. قال له الآن نسمع ونطيع، وجلس. استمر عمر في خطبته، فكانوا كده إذا كان الحياة متقشفة يستاووا هما، حتى يقولوا في عام الرمادة عمر بن الخطاب أبا يأكل اللحم، لأنه ما كل الناس بيلقوه، وأبا يأكل إدام معين، فكان يعني يأتدم بالزيت ويأكل بالموية لغاية ما الحالة انفرجت للناس ومشى فيها. أما مسألة أنه الإنسان يعني طبيعته والحالة الطبيعية له والصحية هي الفقر، دي يبدو أنها فيها نظر. هل الإنسان بيكون فاضل لأنه فقير؟ هل الفقر يعني فضيلة في ذاته؟ إيه طبعا مرحلة الفقر مرحلة، لكن في مثل قورما ومن تطور مجتمعه ما ممكن الناس إلا يكونوا فقراء في البداية بالصورة اللي هو ماشي فيها. قبل شوية هم الصينيين كانوا بموتوا بالجوع كل سنة، كل سنة المجاعة حالة مستوطنة في الصين، وعشرات الملايين يموتوا جوعا. فهو يجاهد زي ما يقول إبراهيم مكي اللي يجعل لكل صيني كورة رز في اليوم، فأصبحوا ما بموتوا من الجوع، كانوا بدأ من بداية سيئة. فاعتبار أنه الفقر هو الحالة الطبيعية لمجتمع زي ده فيه فلسفة، وبطبيعة الحال فيه صدق، لأن المجتمع البشري في الأرض كلها الفقراء أضعاف أضعاف الأغنياء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في المرحلة الإنسان الجاهل إذا وجد الرزق الكثير بيفتكر أنه دي الغاية وبيقعد، وذلك بالفقر الله بشد الناس له، لكنه عدم في الجنة الكسرة والرخاء والترف. طيب نسمع زيادة في الموضوع، نخلي الحكاية دي لمحمد سالم، يجينا بأغراض زيادة من أغراض ما وهل حقق ولا لا، اللي هي الإجابة على عبد الله أحمد النعيم. نمشي في موضوع تعلموا كيف تتعاملون في المستويات دي، نسمع زيادة فيها. يعني الجمهوريين بيكونوا برضو في خطر من أن يكون مجتمع متقوقع أو ثابت أو ما متلقح، وأنهم بينسحبوا لداخلهم أكثر، والواحد منهم بطبيعة الحال لما يجد نفسه في وسط جمهوري بيكون مرتاح ويكون طبيعي جدا، ويكون إن صمت وإن اتكلم وإن سمع في حاجة، يعني كانه في عنصر الحقيقي ما هو غريب. بعدين لما يمشي برا بيلاقي أنواع من المعاملة اللي ما ألف هنا وما يحتمله، يهرب منها أو يواجهها بعنف تغير حاله. دي المثل اللي قالها خيري. هنا برضو علي أبو كليوة كان يوم ذاك كلامه فيه حاجة زي دي، أنا قلت لكم أنا بلاقي علي وأشوف الحاصل شنو، وما تلاقينا في مستوى تعلموا كيف تتعاملون. نحن عايزين فعلا نخرج برأي جديد ومستوى جديد وقيم جديدة في التعامل،
فهل نحن في مستواها؟ نحن خرجنا للناس بدعوة للعبادة اللي هي في كلمات موجزة تقليد النبي في أعماله والحوالة عليهم، وفي جملة الموضوع بتكون أخلاق النبي هي الحاكم في موضوعنا برضو في الجملة، لكن التفاصيل راح تختلف كثير بحسب الوضع والوقت. لذلك تجي تبقى تقليد النبي في عبادته وفي ما نطيق من أسلوب عادته فيما نطيق حسب حكم الوقت. فممكن تكون في أكرة شوية لمراجعة حالنا، نحن هل نحن فعلا نموذج جديد للتعامل في مستوى يمكن بإشاعته يحدث أنه الشعب جديد ومجتمع جديد؟ إذا كان في أي رأي في مستوانا وفي حالتنا وفي تفكيرنا ممكن نسمع. طب فكرتك وبناس قد تعتقد أنه عندهم الحق الما عندك، ده هو التلفت، وده دائما في حق السالك في بدايات أو أوساط سلوكه. لكن الناس اللي مطلوب أنهم يعني ينفتحوا هم الناس القياديين، الناس الصغار حقه ما يجدوا متعة إلا في الثقة بالجمهوريين والصف الجمهوري، لكن القياديين يتعرضوا للدعوة للناس يدعوا القياديين. لكن الناس السالكين في بدايات وأوساط السلوك من الخير لهم ألا أن يكونوا في مجتمع دائما وأكثر أوقاتهم. لكن إذا لاقوا الناس يحاولوا أن يحتملوا وأن يسعوا الناس وأن يبسطوا ما عندهم من فكر حيث أمكن، وإذا جهل عليهم لا يجهلوا. ما عايز حكاية البطر القالة دي، لكن بدقة التعبير ما في ناس خارج الجمهوريين في مستوى أخلاق ولا فكرة الجمهوريين، وحتى ما جانا واحد من برا أصبح في قامة جمهورية طوالي. حتى اللي بيتابع الأفكار الجمهورية والبقرة الكتب الجمهورية بيجي هو دون مستوى القمة بتاعت الجمهورية. وإذا كانت فيه سماحة ومجاملة وبشاشة وكذا ما هقايمة على الفكر زي ما قال علي، ولذلك ما أصيلة. لكن أخلاق الجمهوري ومعاملة الجمهوري نتيجة لفكر معين وانصبغ به وسار وغير أخلاقه على أساسه. فعبارة علي أبو كليوة ما هي مضبوطة بالدقة دي، لكن لعله عايز الجمهوريين برضو يكونوا أحسن مما هم. ويمكن المظهر ده اللي قاله فضل اللي هي ممكن الواحد يقول بيه الناس اللي بيصلوا والناس اللي بيعبدوا ما هن في أفكار الجمهوريين عن الصلاة وعن العبادة، ومن هنا ممكن الواحد يقول أنهم الناس اللي بيسلكوا والناس اللي بيعاملوا ما هن في مستوى معاملة وسلوك الجمهوريين. كل ما هناك أنه الناس الجمهوريين بيمارسين النقد الذاتي دائما، في فرقة كبيرة الناس عايزين يغطوها، لكن بيكون الجمهوريين يتفوقوا فيها على أنفسهم زي ما تجي العبارة، مش بالمقارنة للناس آخرين، على أنفسهم يقيسوا تقدمهم على أنفسهم. هم في درجة بها هم مجتمع مختلف لكنها عايزة تحسين زيادة برضو. ونحن مرة قلنا أنه بيت الإخوان مدرسة، بيت الإخوان مدرسة لتخرج قيادات، وهي من ثم يجب أن تكون فرصة
التنظيم القائم كأنه قائم على قانون مش على مجاملات وأخلاق، في قوانين تضبط وتنظيم وترتيب وتنفيذ على أسس علمية في المجتمع. تعلموا كيف تتعاملون بسجنة لمجتمع ما بقوم على مجرد المجاملات والأخلاق والمثل، بقدر ما يكون كمان على قواعد من الحق مرعية. على الأساس ده نحن يجي نقدنا لمجتمعنا، وما نقوله في تعلموا كيف تتعاملون يكون له أثر في تطبيقه في مجتمعنا. نسمع زيادة برضو آخر وقتها، وموضوع تعلموا كيف تتعاملون كأنما بدأ، يعني تكلمنا نحن في مستويات أرفع من القاعدة زمننا المضى كله، كان كلام جيد منه اللي سجل ومنه ما سجل، لكن المسألة ردت إلى قاعدة هي الواقع، واقع الناس في الوقت الحاضر، ويجب أن يتغير ويتغير على أساس جديد كل الجدة، كأنما الناس بينظروا إلى المسائل نظرة جديدة وبعينين جديدتين. ومروي أنه برضو يستأنس برأي ماو وفلسفة ماو في الثورة. ماو كما هو الفكر الماركسي كأنه ما عايز حاجة مسبقة، فكر مسبق على الوضع اللي عنده ليوجه التطور، عايز التطور يخرج فلسفته من صراعه الداخلي اللي هو بطبيعة الحال محو الطبقة، يعني التوحيد. فكرة ماو هي فكرة التوحيد في الرأي الماركسي، الصراع المفتوح في الميدان بين الطبقات المختلفة لتتوحد الطبقة وتكون طبقة لا مستغلة ولا مستغلة، كان بالصورة دي. ونحن عندنا زي ما أشار علي الموضوع ده قديم في الحقيقة في الفكر الإسلامي، لكنه ما وجد التطبيق الحديث في الصورة الأخيرة. نحن الجمهوريين كنا بنتكلم عن ساو بين السودانيين في الفقر لا نساو في الغنى، كان ده كلام في أيام الجريدة الجمهورية بيكتب وبيقال السودانيين نساو في الفقر لا نساو في الغنى. والموضوع ده بالاستئناس برأي ماو بيشوف أنه بيكون الاتجاه لتعلموا كيف تتعاملون على أن يوجه الفكر السائر التطور. نحن ما بنجعل الصراع تنبع فلسفته من داخله، لكن بنشوف أنه الفكر السائر إذا لامس الواقع بيكون التطور أسرع وأصدق ومأمون العواقب أكثر. فتجمع قضيتنا في مثلا تعلموا كيف تتعاملون بتكون هي مسح الواقع ثم الارتفاع به في اتجاهات ثورية. الفكر السائر ده الموضوع ده رح يحال إلى الغد، وكلف محمد علي سالم بأن يدرس موضوع ثورة ماو من كتاب ألبرت مورافيا اللي يجينا ب 3-4 آراء عن غرض ماو، وبعدين رأي ورأيين زي ما يكون الواقع الملاحظ هناك، هل حقق منها شيء حقق كلها أو لماذا قصر عن تحقيق ما قصر عن تحقيقه. وبيستمر النقاش بكرة، دي نهاية ندوة اليوم.